ارتفع عدد الضحايا منذ بدء العدوان إلى 25700 شهيد وأكثر من 63700 جريح. وفي اليوم 11 بعد المئة من العدوان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تكثيف القصف على مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما ترد المقاومة الفلسطينية باستهداف القوات المتوغلة وسط قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على المدنيين. في غضون ذلك، واصلت قوات الاحتلال حملات الدهم والاعتقالات في مدن الضفة الغربية.